افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مشروع توسعه غرف العمليات والإفاقة بمجمع السلمانية الطبي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة. وبهذه المناسبة أشاد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة بالتوجيهات السديدة من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. المنظومة الصحية في مملكة البحرين شهدت ولا تزال العديد من المشروعات التطويرية المتواصلة التي ساهمت في الارتقاء بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات البحرين. وقد جاء مشروع توسعة غرف العمليات والإفاقة بمجمع السلمانية الطبي كإضافة نوعية تسهم في الارتقاء بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. الحقيقة أنا سعيد اليوم بافتتاح 4 غرف عمليات في مستشفى السلمانية، مجمع السلماني الطبي الكبير، هو أكبر مجمع طبي في البحرين، وهي طبعا يزيد من قدرات المستشفى على يعني عمل عمليات أكثر، وعلى عمليات طبعا منوعة من ناحية القدرات الفنية الموجودة المتجددة في المستشفى. وإن شاء الله هذه معناته أنه يكون عدد الحالات بتصير، عدد الحالات اللي تنتظر ما بتنتظر مدة طويلة. وهذا الحقيقة أهم شيء عندنا يكون دائما في خدمة الناس، وأن يكونون يحصلون العلاج في الوقت المناسب في الطريقة المناسبة في المكان المناسب. جاهزية عالية يقدمها مجمع السلمانية الطبي تم الإعداد لها وفق الخطة الشاملة لمشروع توسعة غرف العمليات والإفاقة، وذلك لتحقيق هدف واضح وهو تقليل فترات انتظار المرضى للعمليات. المستشفيات الحكومية مبنية على خدمة المواطنين. هذه الخدمة متى ما زدنا فيها من تطور وتحسين كل ما كان انعكاسها أكثر على المواطنين. فاليوم احنا عندنا مجموعة من قوائم الانتظار لإجراء العمليات. بوجود هذه غرف العمليات نقدر نغطي 30 أو 33% من هذه القوائم، يعني منقلل من هذه القوائم منزيد من فاعلية الخدمة للمواطنين، وهذه اللي احنا يعني موجودين علشان احنا نفخر اليوم بافتتاح توسعة غرف العمليات الرئيسية في مجمع السلمانية الطبي. وهذه التوسعة تحتوي على 4 غرف عمليات تضم أحدث الأجهزة المتطورة والدقيقة اللي تخدم مختلف التخصصات الجراحية، بالإضافة إلى غرف العمليات هذه توجد غرفة إفاقة تحتوي على 5 أسرة تخدم غرف العمليات الجديدة. وطبعا لا يخفى علينا أن هذه المشروع وهذه التوسعة الجديدة سوف تساهم مساهمة جيدة في تخفيف وتقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في مجمع السلمانية الطبي. مشروع نوعي يصب في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي بشكل كبير، إذ أن زيادة غرف العمليات من 12 غرفة إلى 17 غرفة سيسهم في زيادة العمل على تشغيل غرف العمليات بنسبة 33% لتخدم أكثر من 13 تخصصا طبيا. هذا المشروع الرائد اعتمد في توسعته على استخدام أحدث التقنيات الطبية والأجهزة النوعية في غرف العمليات الجديدة ليكون داعماً ومسانداً لكافة التخصصات الطبية في مجمع السلمانية الطبي ومختلف المستشفيات في مملكة البحرين. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.